ما زلنا في هذا الكتاب المسلي للأستاذ يوسف السباعي من العالم المجهول، وقصة النهاردة كانت هناك. تعالوا نشوف الخيال رايح بالأستاذ يوسف السباعي، راح بيه فين واخدنا معاه، ونتسلى ونسرح. يلا نسمع سوا. شيخان، سيد وخادم، شدهما الزمن برباط من الود المتين، وألفت الأيام بين نفسيهما، فأصبح لا غنى لأحدهما عن الآخر، فهما أشبه بإنسان وظله. أما السيد فهو الأستاذ الدكتور عبد الله الشنواني، أستاذ علم النفس بالجامعة، عالم من كبار العلماء المشهود لهم بالعبقرية والنبوغ ووفرة العلم. يحيطه عارفوه ومديروه بهالة من الإجلال والتقدير والإكبار، ويحيط هو نفسه بهالة من الشهادات ذات الأحرف الإفرنجية المتعددة التي قل أن يفكر في فك رموزها إنسان، وهالة أخرى من المؤلفات والمحاضرات التي غمر بها المكتبات والمعاهد، وهالة ثالثة من الشذوذ والشرود والذهول الذي يلذ للإنسان العادي أن يراه في من يتخيلهم أرقى منه. ولست أظنني مهما حاولت أن أتهكم على الرجل أو أكتب عنه بلهجة ساخرة بمستطيع أن أنكر فيه فضلا هو السبب في كل ما وصل إليه، وهو فرط الذكاء المقترن بطيب خلق وكرم نفس والميل إلى فعل الخير. ويخيل إلي أن الرجل قد وجد أن علم النفس قد أضحى موضة هذا الجيل، وأن الإنسان من فرط ولعه بنفسه قد أقبل عليها يحللها ويشرحها ويقتلها بحثا وتمحيصا، فاتجه إلى دراسة علم النفس وبرع فيه، كما كان لا شك سيبرع في أي شيء آخر يوليه نفس الانهماك والإقبال. وقفز الرجل من درجة إلى درجة، ونال الشهادة تلو الشهادة، وبين عشية وضحاها وجد نفسه أستاذا شهيرا وعالما جليلا. فإذا ما غضضنا الطرف عن الرجل كعالم وأستاذ ودكتور، وتركنا جانبا مؤلفاته ومحاضراته وشهاداته وتلامذته ومقدريه وعارفي فضله، وحاولنا أن نصفه كإنسان عادي وتعقبناه في عقر داره، وجدناه قد جلس في حجرة نومه ليندو عنه ملابسه، يقلع هدومه يعني. الساعة الثانية بعد الظهر، والرجل قد عاد من الخارج بعد أن انتهى من حضور أحد المؤتمرات التي تعقد وتنفض دون أن يفهم هو منها شيئا، فهو إما متكلم أو سرحان، ولا تظن بقية الأعضاء خيرا منه، فكثيرا ما يحتد النقاش بينهم في أمر هم متفقون عليه، أو يحاولون إقناع بعضهم بعضا برأي لم يختلف عليه أحد. وصف رائع للمؤتمرات، إيه الجمال ده؟ ويبدأ الرجل في خلع ملابسه وقد وقف بباب الحجرة عم علي الليسي خادمه الأمين، أو الفردة الأخرى كما كان يحلو لبعض الناس أن يطلقوا عليه، فهو يكاد يكون صنو سيده. بين أحدهما والآخر شبه عجيب، ولو حلى لأحدهما مرة أن يلبس ثياب الآخر فخرج عم علي مثلا من الدار مرتديا بدلة سيده الريدنجوت وياقته المنشاة اللتين لا يغيرهما حتى في هجير بؤونة في عز الحر يعني، وأمسك بعصاه وتأبط حافظته وكبس طربوشه حتى أذنيه ووضع على عينيه منظاره السميك، لما شك أحد في أن الرجل هو الدكتور عبد الله نفسه. أو لو خطر ببال امرئ أن يجردهما من الثياب ووضع كلا منهما أمام أخيه عاريا لتسبب في مشكلة كبرى، إذ يصعب أن نميز الخادم من السيد، ويزيد المشكلة صعوبة أن الأمر لا بد سيختلط عليهما، فلا يعرف أحدهما من يكون الليسي ومن يكون الشنواني، يعني حتى هما هيتلخبطوا في نفسه. خلع الأستاذ سترته وقذف بها على الفراش، ثم بدأ يفك أزرار البنطلون وتركه يسقط على الأرض،
ثم خلع القميص ورماه على أحد المقاعد ووقف في أرض الحجرة مرتديا سروالا من الفانيلا الصوف غطى ساقيه الرفيعتين حتى القدمين وفانيلا صوف ذات أكمام طويلة ولف وسطه بحزام صوف 5 أو 6 مرات وعلى رأسه استقر الطربوش ثابتا على أذنيه. الوصف ده كله بقى. وكان الشهر وقت ذاك شهر يونيو والساعة كما قلنا 2 ظهرا ولست أظنني في حاجة بعد ذلك إلى أن أصف النار الموقدة التي كان يستعر أوارها ولا الشرد الذي كان يهب من النوافذ فيلفح الأجساد. ووقف السيد عبد الله في وسط الحجرة وبدا عليه التأفف فقد كان الصوف يخز جسده ومد عم علي يده بالجلباب الكستور الثقيل وسأله الأستاذ مترددا: ألست ترى أن الجو قد دفي بعض الشيء؟ ما رأيك في أن أخلع الحزام؟ ولم يجبه عم علي ولا ظهر عليه حتى أنه قد سمع سؤاله بل دفع إليه بالجلباب وقال له بلهجة حازمة: البس بسرعة وإلا تستهوي. وأسرع الأستاذ بوضع الجلباب على جسده بسرعة فقد خاف فعلا أن يستهوي فقد كان في مسائل البرد والحرارة وكل ما يمكن أن يؤثر على الصحة يعتمد اعتمادا كليا على عم علي ويثق فيه كل الثقة. ولم يكن صاحبنا قد خلع بعد طربوشه فقد كان رأسه هو نقطة الضعف فيه ولم يكن يكسر أن يتركه عاريا لحظة واحدة وظل الطربوش جاثما عليه حتى تعطف عم علي ومد له يده بالطاقية الصوف فنزع الطربوش وكبسها بسرعة على رأسه. وبدأ الخادم الهرم يعلق الثياب على المشكب، الرجل العجوز بيعلق الهدوم على الشماعة، وجلس الأستاذ يفرك أصابع قدميه ويدفع عصاه في قفاه فيحك بها ظهره. ثم سأل الخادم فجأة: عم علي؟ ورفع الخادم إليه عينيه دون أن يجيبه واعتبر السيد هذا بمثابة الرد وأردف يتم حديثه: ألم تستحم منذ شهرين؟ آه لقد نسيت. ولم يكن الرجل قد نسى ولكن لم يجد ردا أسلم عقبة من هذا. يعني هو بيسمع كلام عم علي وهو نفسه يستحم بقاله شهرين وعم علي منعه لا يستهوى. ولم يكن الرجل قد نسى ولكن لم يجد ردا أسلم عقبة من هذا وعاد فسأل بعد برهة: ماذا طبخت اليوم؟ قرع. قرع. وبدأ الانزعاج الشديد على وجهه وقال في استياء: قرع؟ أنا لا أحب القرع. ونظر لي عم علي نظرة راضعة: القرع خفيف على معدتك، القرع المسلوق كمان كوسة مسلوقة. وازداد انزعاج السيد وعاد يكرر: قرع مسلوق ولكن معدتي بخير. ليست بخير. ولكني لا أحس بها ألما. إنها بخير. وأنا أعلم أنها ليست بخير. لقد كنت تتكرع، لقد كنت تتكرع كثيرا في الليلة الماضية. وهز الأستاذ رأسه وأدرك أنه لا فائدة من المناقشة فاتخذ الجانب الآمن وأجاب الإجابة التي تقيه الشر: آه لقد نسيت، معك حق. وماذا صنعت؟ حلوة. بلوزة. معالي بيعذبه. راضي انه يستحمى ولا راضي انه ياكل اكل عده والحلو بلوزه. طيب. وبدا الاشمئزاز على وجه السيد وقال بلهجه المغلوب على امره: كنت افضل البطاطا، بطاطا مغمسه في العسل النحل، انها تماما كالمارون جلاسي بل وخير منه. هذه اشياء ثقيله على المعده، هذه رمرمه. معك حق، إن شاء الله عندما تصح معدتي سنجرب هذه الأكلة عندما تخف معدتي تماما. ولم يجب عم علي فقد تحرك خارج الحجرة بعد أن أتم عملية تعليق الملابس وتفرشها. وجلس الأستاذ يتناول طعامه ويدفع بالقرع المسلوق في جوفه متقززا متأذيا وهو يرقب عم علي الواقف على باب الحجرة بنصف عين وقد تملكه منه حنق شديد وطافت برأسه صحبتهما القديمة وتذكر صباهما وكيف أرسله أبوه معه من البلد لخدمته والعناية بأمره
كان ذلك منذ 40 عاما، وذهب الاثنان الى القاهرة، فاستقر بهما المقام في احدى حجرات شارع ممتاز بالبغالة، السيدة زينب برضو الاستاذ في السباعي. منذ ذلك اليوم لم يفارق احدهما الاخر لحظة واحدة. هل من الانصاف بعد كل هذا ان يوصف عم علي بانه كان خادما له؟ طبعا لا، وهو ليس من الضيعة وإنكار الجميل بحيث يعتبر الرجل خادما، فقد كان له كل شيء، كان الأب وكان الأم وكان الزوجة، وكان الشيء الذي لولاه لما كان هو نفسه ولما وصل إلى ما وصل إليه. لقد كان المشجع وكان النصير. 40 عاما تقلب كلاهما بين يدي الزمن في رفع وخفض وسراء وضراء، وهما متلازمان متماسكان. كم سهر بجواره يعينه على الاستسكار تحت ضوء المصباح الغازي الخافت، وكم أرق لمرضه وجاع ليطعمه، وكم تحمل في سبيله الأذى والضر. وبدأت الحياة تبتسم، وأخذ يرتقي الدرج شيئا فشيئا، وبدأ يسطع نجمه، وكان عم علي يعرف واجبه تماما، ويعرف كيف يدبر أموره ويرتقي بالمسكن والملبس ووسائل العيش حتى يجعلها تتناسب دائما مع مركزه في الحياة. ولم يكن هو نفسه له دخل في هذه الأمور، بل كان العم علي سميعا مطيعا، فهو يعتبر أن الرجل ولي أمره. وهكذا وجد نفسه ينتقل من البغالة إلى جنينة نميش، إلى جنينة رشيد، إلى المنيرة. الله يرحمك يا أستاذ يوسف السباعي، كلهم في السيدة زينب. ولو كان الأمر بيده لظل كما كان في حجرته بالبغالة، ولظل مداوما على الفول والطعمية والعسل والطحينة، وفي حالات اليسر البيض والعجوة. 40 عاما لا يستطيع أن يتصور كيف كانت تمر به لولا عم علي. واستزرد الرجل آخر قطعة من القرع المسلوق، وأمسك بالملعقة يدفع بها في طبق البالوزة بمنتهى التبرم والاشمئزاز، ورفع عينيه إلى الرجل الواقف بجوار الباب كأنه تمثال لا يتحرك، ورمقه بنظرة حنق وغضب، وعاد يحدث نفسه: لقد أضحى الرجل لا يطاق، وأنه لا يكاد يضيق به ذرعا، وينسى له فضل 40 سنة من فرط ما يسبب له من مضايقات. ما ضره لو استبدل بالقرع بطاطس أو بتنجان، ثم ما الداعي لهذا الإصرار منه على الحزام الصوف الذي يسقل به بطنه؟ ولكن الذنب ذنبه هو، فهو المستكين المستسلم، وهو الجاهل الذي لا يعرف من شؤون الحياة شيء، لما لا يحضر له طباخا ويحضر له بضعة قدم آخرين؟ لقد كبر عم علي ومن الحمق أن يفرض نفسه عليه مدى الحياة. إنه قد أضحى هو نفسه في حاجة إلى من يخدمه، لقد أضحى متعبا ومتعبا، وزاد الطين بلة هذا الصمم الذي أصيب به أخيرا، مما يضطره إلى الصياح به بضع مرات حتى يستجيب لندائه. ولقد تعود الرجل أيضا أن يحدث نفسه وأن يرى أشياء لا يراها سواه، أشباحا أو أرواحا أو شيئا من هذا القبيل، ربما خيالات وأوهاما، وهو يسبب له بذلك إزعاجا شديدا، حتى أنه لا يخشى أن ينتهي الأمر بأحدهما إلى الجنون. خلوا بالكم بقى، القصة دي من العالم المجهول. وصلنا بقى للحتة بتاعت العالم المجهول. عم علي الخادم العجوز بيكلم نفسه، بيدعي انه يرى اشياء لا يراها سواء اشباحا او ارواحا او شيئا من هذا القبيل، تمام؟ وسمع عم علي يتمتم لنفسه ببضع كلمات، فاصابت الاستاذ رجفة شديدة، ولم يجد خيرا من ان يكلم الرجل حتى يمنعه من الحديث الى نفسه، فصاح به: عم علي. ورفع الرجل بصره ولم يجب، واستمر الاستاذ: سيزورني اليوم ضيف في حوالي 5 بعد الظهر، أرجو أن تجهز لنا شايا. وصمت لحظة ثم أردف: ضيف عزيز ورجل محترم من علية القوم، فأرجوك أن تخرج الطقم الصيني المذهب. من التقاليد المصرية التاريخية في طقم متشل الضيوف. وأشار الرجل برأسه علامة الموافقة، وعاد الأستاذ يؤكد: الطقم الصيني المذهب، سامع؟ لا أريد أن تخجلني أمام الرجل بالفناجين الفخار الصفراء.
وقام الأستاذ ليغسل يديه، ثم اتجه إلى حجرته ليضطجع، ومر بالخادم وهو يزيل بقايا الطعام من فوق المائدة، فقال له للمرة الرابعة: الطقم الصيني يا عم علي لا تنس. وأشار الرجل بالموافقة دون أن يصيبه أي ضيق من إلحاح سيده. والواقع أن هذا الإلحاح من جانب الأستاذ لم يكن في غير موضعه، فقد كانت مسألة طقم الشاي من المسائل التي ظلت معلقة بينهما لم يحسمها نقاش أو نزاع. فعم علي يتخذ من طقمي الشاي معيارا يزن به أقدار الناس، فنراه قد قسم الضيوف والصحاب إلى قسمين: قسم مرغوب فيه وقسم غير مرغوب فيه، أو كما يقول هو الأشرار والأبرار. وهو يصر على ألا يشرب الأشرار إلا في الفخار، أما الطقم الصيني فهو يحتفظ به للذين يود أن يخصهم برضائه ويشعرهم بإعزازه وإكرامه، وهو يعتبر نفسه في هذه المسألة مسألة الفخار والصيني دكتاتورا مطلقا الذي يقرر أهل الصيني وأهل الفخار. وكان من المحتمل ألا تزعج الأستاذ هذه المسألة وأن يقبل تحكم الرجل فيها كما قبل تحكمه في غيرها، لولا أنه يحس أن عم علي يخلط بين أقدار الناس، فيقدم الصيني لمن لا يستحقه ويقدم الفخار لمن يستحقون الصيني. فلم يجد بد من أن يحذر عم علي في كل مرة ويفهمه عن الطقم الذي يجب أن يقدم. ورغم هذا التحذير والتفهيم كان عم علي لا يفعل إلا ما في رأسه. واليوم سيزوره رجل من كبار الرجال ذوي الشأن والمكانة ليستشيره في مشكلة ألم به، وليسأله العون والنصح باعتباره من كبار علماء النفس، وهو يخشى جدا أن يخجله عم علي كعادته فيقدم الشاي للرجل في الطقم الفخار، فلم يجد بدا من تحذيره والإلحاح عليه. ودقت الساعة الخامسة، ودق معها جرس الباب، وكان الأستاذ قد انتهى من ارتداء ملابسه، وسمع عم علي يفتح الباب ويدخل الضيف في سكون إلى حجرة الاستقبال، فوضع المنظار على عينيه وكبس الطربوش على رأسه وهرول لتحية الرجل. وصادف عم علي خارجا من الحجرة فعاد يكرر عليه للمرة الأخيرة: ها إيه بقى؟ الطقم الصيني يا عم علي. وهز عم علي رأسه موافقا كعادته دون أن يمس ببنت شفا. حصل بقى، جلس الأستاذ يحيي ضيفه ويحيطه بما يليق بمكانته ومركزه من آيات الاحترام والإجلال، وجرت بين الاثنين أحاديث سطحية عابرة عن الجو وعن السياسة والغلاء. وبعد فترة دق الباب، ثم دلف عم علي إلى الحجرة متحركا ببطء وتؤدة، حاملا صينية رصت عليها الفناجين وبراد الشاي وبقية الأدوات. وكان الأستاذ موليا ظهره لباب الحجرة فلم يرى الرجل حتى لف حوله ووضع الصينية فوق المنضدة، ونظر الأستاذ إلى الصينية وأحس بخيبة أمل شديدة. إن الرجل الغبي اللعين قد ركب رأسه وضرب برجائه عرض الحائط، فلقد أبصر على المنضدة الثلاثة فناجين الفخار، وعلام الفنجان الثالث. ترى هل ينوي الأحمق أن يجلس فيشاركهم الشاي؟ من يدري، قد يفعلها، فقد تطور في السنوات الأخيرة فأضحى لا يستبعد عليه أي شيء. ورفع السيد بصره إلى الخادم الذي وقف في صمت بجوار المنضدة، والتقت الأبصار، وكان كل منهما يستطيع أن يقرأ ما في رأس الآخر بسهولة، ولكن في هذه المرة لم يجد في عيني خادمه ما يقرأ، فقد بدا عليه شيء من الشرود الذي يبديه، ركزوا معايا، وكأنه يرى أشياء غير مرئية ولا ملموسة. ولا شد ما كان ذلك يزعج الأستاذ ويخيفه، فأمر خادمه أن يغادر الحجرة لأنه سيصب الشاي بنفسه. وأخذ الأستاذ يصب الشاي وبدأ صاحبه يقص قصته. قال الرجل: إن مسألته من المسائل التي يصعب على العقل البشري تصديقها، فهو مصاب بشيء لا يحس به سواه، وهو يخشى أن يقصه على الناس فيتهموه بالجنون، ولذا فقد لجأ إليه لأنه يعتقد فيه سعة العقل، وهو لا شك سيستطيع أن يفهمه جيدا. كان الرجل يعرف في صبا امرأة من بنات الهوى، وحملت منه المرأة فحاول إجهاضها عبثا،
وحان وقت ولادتها فنقلها إلى إحدى المستشفيات، وكانت ولادتها عسيرة مضنية، وأخيرا وضعت الجنين وماتت هي، وأوصته بابنها خيرا وهي تلفظ آخر أنفاسها. ورشف الرجل من فنجانه الأصفر رشفة طويلة، ثم عاد يقول: لتتصور يا سيدي موقفي وأنا في السنة النهائية من الدراسة، وأنا أعيش في بيت والدي الرجل القاضي الصارم، وقد أنجبت ابنا لا أم له ولا إنسان يحمل عني عبء. لقد حملته إلى أحد الفنادق واستأجرت وإياه غرفة آوي فيها حتى أستطيع أن أدبر أمري وأمره. وكانت ليلة عاصفة شديدة البرد، والريح تعوي في الخارج عواء ذئاب ضارية، وينفذ فحيحها إلى الحجرة من خلال النوافذ كأنه فحيح الأفاعي. وأجهدت رأسي لكي أجد لي مخرجا من مأزقي، وأخيرا مر بذهني خاطر عجيب استطعت بواسطته أن أتخلص من حملي إلى الأبد. لقد خطر لي أن هذه الريح العاوية خير من يحمل عني عبئي، فلو فتحت لها النافذة وسمحت لها بالدخول لحظة وأطلقت قرها على الطفل، فإنها لا شك ستكون القاضية، وسيموت الطفل دون أن يكون هناك أي مظهر من مظاهر الجريمة. وبعد لحظة كانت الريح تزأر في الحجرة، والطفل يرتجف ويرتعد، وفي الصباح قضي الأمر، وذهبت إلى الدار بعد أن ألقيت عني ما أثقل كاهلي. وصمت الرجل برهة شرد فيها ذهنه وعاد يتمتم: لقد ظننت أنني تخلصت من العبء نهائيا، فقد ذهبت الأم وذهب الطفل وأصبحت حرا طليقا من كل قيد. ومرت بالأيام وأنا أغترف من ملذات الحياة حتى شبعت وارتويت، ثم شعرت أخيرا بحنين إلى الاستقرار وإلى أن يكون لي زوجة وبيت وأولاد. وفعلا تزوجت ووضعت امرأتي أول طفل. وفي ذات ليلة الليلاء سوداء أحسست بالنافذة تفتح على مصراعيها وبالريح تتدفق من النافذة، وبعد بضعة أيام مات ابني. وقد تقول أن الحادث مجرد مصادفة، وقد كنت أستطيع أن أقنع نفسي بذلك لو لم أرها بعين رأسي تعدو منطلقة من الحجرة بعد أن فتحت النافذة. من هي؟ المرأة القديمة. لقد قتلت ابنها، لقد عدوت خلفها وهي تعدو إلى الباب بعد أن فعلت ما فعلت، وحاولت أن أهوي على رأسها بعصاي هذه، وذهلت زوجتي وحاولت أن تمسك بي لأنها لم تستطيع أن تبصرها كما أبصرتها، وظننتني أتخيل خيالات، لكنها عادت لي بعد ذلك لتطاردني في كل مكان حتى بدت أحس أني على وشك الجنون إن لم أكن قد أصبحت بالفعل مجنونة. وصمت الرجل، وبدأ الأستاذ يهدئ من روعه ويوهمه أن ما به عقد نفسية ناتجة عما يحسه من تأنيب الضمير على الجرم الذي ارتكبه، وأنه ليس هناك أي امرأة تطارده، وأن النافذة قد فتحتها الريح. وأخيرا خرج الرجل بعد أن هدأت نفسه بعض الشيء، وأقبل عم علي ليحمل صينية الشاي، وتذكر الأستاذ مسألة الفناجين وكيف أخجله عم علي مع الرجل بالفناجين الفخار، فضغط على أسنانه وصاح به ناهرا لأول مرة في حياته: ألم أقل لك أن تقدم الطقم الصيني؟ لقد كررت عليك الرجاء 100 مرة، ماذا أصنع بك؟ ونظر عم علي إليه وقال بهدوء: الطقم الصيني ليس به سوى فنجانين. ومن قال لك أننا نريد أكثر من فنجانين؟ وصمت عم علي برهة وهز رأسه وقال وهو يحمل الصينية ويغادر الغرفة ببطء وثقل وفي عينيه نظرات الشاردة التي تظهر كأنه يرى أشياء خفية: لم أكن أظن أن المرأة التي تبعت الرجل ستنصرف دون أن تحتسي الشاي. دادا، خلصت القصة. بس كده، نفكر بقى في الاسبوع تاني.
يا ريت ما يسمعوش القصه دي قبل ما تنام، ويا ريت اللي يسمع القصه دي قبل ما ينام ما يبقاش بيدق قوي يعني، هي كلها تسالي. يلا يا رب تكون القصه اسعدتكم، وانتظروني في الحلقه القادمه، والسلام يا اصدقائي.